اللي فات كنا بدأنا نتكلم في جزء الهاي فولتج دي سي جنريشن، تمام؟ وقلنا ان في انواع كتير جدا من الهاي فولتج دي سي جنريشن، زي ايه؟ خدنا الاسبوع اللي فات كل اللي انا عملته في الدقيقه قررت ليه؟
si, نفس الفعل بعدها سي 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 سي، بحيث ان ايه كل القيم اللي هتطلع عندي تكون ايه؟ ايدنتيكال متشابهه. جميل؟ طيب ايه اللي بيحصل عندي اصلا في القصه دي؟ فاكرين في بدايه الفولتج دبل كان ايه اللي بيحصل؟ الفولتج دبل كان كباسكت هيشيل خلاص لما يكون الدايت ايه؟ اون. بعد كده اول ده يبقى يوصل للماكسيموم فاليو، ايه اللي هيحصل؟ ده يبقى اوف وده يبقى اون. يوم فرش احنا بنعرف فين؟ هنا خلاص. فكان بيطلع فولتج على الكباسيتور سي 2 قد ايه؟ 2 في ماكسيموم. ده اللي احنا درسناه الاسبوع اللي فات. ده اللي بيحصل برضه هنا في دايركت الكاسكيت. الكباسيتور الاولاني هيشحن عن طريق الدايركت ده، وبعد كده ده يتحول اوف ده يتحول اون. المحفظة فين؟ هنا. تمام؟ هل هتقف في القيمة كده؟ لا. ايه اللي هيحصل تاني؟ يروح الكباسيتور الدايركت ده يبقى اوف ولا يبقى اون. فالكباسيتور او الشحنة اللي كانت هنا تنتقل لمين؟ لده. وبعد كده تمام؟ ده يبقى اون ده يبقى اوف. تروح تنتقل لمين؟ لهنا. بعد كده ده يروح هنا. بعد كده ده يروح هنا. فبقى كل كباسيتور اخر مرحلة لغاية لما يتشال. وهكذا الشحنة اللي جاية هنا واتفرغت هنا هتتجدد مرة تانية من الكباسيتور ده ومن تاني وتالت ورابع وهكذا. فالعملية تفضل ايه؟ مستمرة. تطلع عندي مجموعة من الفولتج مالها كتيرة جدا فوق بعض. ده ما يسمى بايه؟ بالكاسكيد فولتج دبل. تمام؟ في حد مش فاهم ايه اللي حصل في الداتا؟ ازاي حولنا من فولتج دبل الى كاسكيد فولتج دبل؟ انا كل الفكره رحت جبت مجموعه من اليونتس شبه اللي كانت موجوده هنا وكررتها على مونيتور ستيج، وفي كل مره يبدا الكباسيتور يشحن خلاص في فتره يكون فيها دايلز اون وفتره يكون فيها دايلز اوف. فلو كده سمينا الدايلز دول تعالى نسميهم كده دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 دي 6. فهتلاقي في اوبريشن خلاص في الجزء الاول هتلاقي الدايركس اللي هو دي 1 ودي 3 ودي 5 بيكونوا هم مع بعض خلاص، بينما دي 2 دي 4 دي 6 بيكونوا اوف خلاص. يعني الستيبس دي بتكون شبه ازاي؟ ده بيكون كده اهو وده اوف مفتوح. بعد كده ده ايه؟ ده اون وده اوف مفتوح. ده اون وده اوف خلاص. فيبدا كباسيتور زمانها كان فيها الشحنه خلاص تروح للي بعدين. مش ده كده بقى اللي معانا؟ يعني عامل نفس ايه؟ نفس الفولتج. يعني الفولتج هنا هيبقى كام؟ 2 في ماكسيموم. نفس الكلام ده هيبقى على كام؟ 2 في ماكسيموم. ده فين؟ لما يكون الدايز دي 1 ودي 3 دي 5 اون والدايز دي 2 ودي 4 دي 6 كام؟ اوف. يقوم عامل ايه تاني؟ يبدا يعكس العمليه. لما الجهد هنا يوصل للاثنين دي ماكسيموم يحصل ايه بقى في الدايركت؟ تتقلب الاوبريشن يبقى دايركت دي 1 دي 3 دي 5 اوف و دي 2 دي 4 دي 6 هيكون اون. تتحول العمليه ازاي؟ بدل ما هو كان شكله كده بيرجع تاني ايه؟ اوف وده اون. ده اوف وده اون. ده اوف وده اون. فايه اللي يحصل عندي؟ الاثنين دي ماكسيموم اللي كانوا هنا يروحوا فين؟ يروحوا على ده. الاثنين دي ماكسيموم اللي كانوا هنا يروحوا فين؟ يروحوا على ده. ده بقى اللي هي دلوقتي. يبقى هنا بقى عندنا اثنين دي ماكسيموم، هنا اثنين دي ماكسيموم، هنا اثنين دي ماكسيموم. الاول كل كام؟ 6 فيكس. بس انا عندي في الكاسكيت فوق الشطر في 2 بوينتس اوف اوبريشن. بس في تناصر. يعني ايه؟ يعني مجموعه الدايركس الفرديه هتشتغل مع بعض والدايركس الزوجيه مالها هتشتغل مع بعض. كويس؟ بحيث ان انا الفوكس بتاعي ماله؟
بنفس الكونسبت اللي احنا شفناه الاسبوع اللي فات في دايره الفوكس دولار. كنا حسبنا الفوكس دولار ايه؟ الريبل ميكس بيس بلس والفي افريج اللي موجود عندنا. نفس الكلام برضه لو جينا حسبنا الريبلز بتاعتنا خلاص؟ هتلاقي ان الريبلز هي اي 1 اللي هي اي يود يعني على اف سي بس كان من المره اللي فاتت. بس كان عندك لو في المساله تفتكر الاسبوع اللي فات كان عندك فيكم كباسور سي 1 وسي 2 صح؟ فكنا بنقول واحد على سي 1 زي واحد على سي 2 تمام؟ لكن هنا ايه اللي بيحصل؟ انا عندي ان من الايه؟ من الكباسيتس. فبالتالي هتيجي بقى عندي في سيريز خلاص؟ عارفين المتتابعه الحسابيه؟ يعني هتيجي عندك 1 بلس 2 بلس 3 لحد كام؟ ان من الكباسيتس خلاص؟ فكأني بقدر اجمعهم بسيريز اسمها ان في ان بلس 1 اوفر 2. فيطلع القانون الاخير بتاعي لو انا عندي كاسكيد فوكس دولار عايز احسب له الريبل بيك تو بيك، فالريبل بيك تو بيك بيساوي ايه؟ ار في ريبل تساوي ار على اف سي مضروب في كام؟ ان ان بلس 1 على كام؟ على 2. ده الايه؟ الريبلز بتاعته. طيب لو برضه عايز احسب الفوكس دروب، فاكرين كنا بنحسب الفوكس دروب ازاي؟ كنا بنقول الفي ماكسيمم القيمه اللي هنا والفي مينيمم القيمه اللي هنا اهو في ماكسيمم فاليو وفي مينيمم فاليو. كنا بنحسب منهم مين؟ الفي افريج. كنا بنقول الفي افريج يساوي الفي ماكسيموم زائد الفي مينيموم على كام؟ على 2 صح؟ هنعمل برضه نفس الكلام فين؟ هناك. بس هناك بقى ما عنديش في ماكسيموم وفي مينيموم واحده. ده ايه اللي حصل؟ ده واحده بتسلم واحده بتسلم واحده بتسلم واحده تمام؟ فبتقارن الفاينل فور بتاعتي للفي افريج هو عباره عن كام؟ ان الدروب اللي بيحصل عندي الفي افريج هو بتاع الكلام هنا الفي افريج هو عباره عن مين ان في ماكس مين ان دي؟ النمبر اوف ستيج يعني في الشكل اللي قدام هنا عندي كام ستيج؟ دول كام ستيج؟ ثلاثة خلاص؟ يعني كل اثنين كباسيتور اثنين بل بيمثلوا ايه؟ ستيج واحد زي الاثنين الفوكس دبل عشان الناس ما تفكرش ان الاثنين دي عدد الكباسيتس لا الاثنين دي عدد مين؟ الستيج خلاص الستيج دي كام ستيج؟ ان كل ستيج او الستيج الواحده فيها اثنين كباسيتور واثنين تايمز تمام؟ طيب فالفي اوت هو سته سوري هو اثنين ان في ماكسيموم ماينس الفولتج دروب. طب الفولتج دروب ده لوحده كام؟ قال لك الفولتج دروب ده لوحده لو اديت حضرتك حسابته هتلاقي ار على اف سي مضروب في مين؟ 2 ان كيوبيك اوفر 3 بلس ان سكوير اوفر 2 ماينس ان اوفر كام؟ اوفر 6. جميل ده الفولتج دروب بتاعه. وممكن تقول ان هو تقريبا بدل ما تقعد تشوف كل الارقام دي تهمل الجزء اللي في الاخر ده يعني هتجيبه كام؟ ار على اف سي في كام؟ في 2 ان كيوبيك على كام؟ على 6. دول نفس الحاجتين اللي احنا حسبناهم الاسبوع اللي فات بس كنا بنحسبهم لمين؟ للفوكس دولار بس لوحده خلاص؟ طب حد فاكر الاسبوع اللي فات الفي افريج هنا كانت بكام؟ هتذاكر ولا لسه؟ هل هو؟ احنا ممكن نعمل كويس في اي وقت. هل من دلوقتي حالا اطلع احسب لك مساله ولا دلوقتي اطلع ورقه وكام؟ هل
يعني 2 في ام ماينس اي على اف سي كام؟ 1 على سي 1 بلس بالظبط. تمام؟ وقلنا ان الترم ده كده اسمه ايه؟ كان في دروب، فولتج دروب. يبقى انت حضرتك دلوقتي عرفت الاسبوع اللي فات والاسبوع ده ازاي تقدر تحسب الريبل بيك تو بيك الفولتج دروب اللي فيه افريج لدايره اسمها الفولتج دبلر ودايره اسمها الكاسكيدنج فولتج دبلر. تمام؟ طيب دول كده اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نعرفها في الدايره. طيب الراجل قال لك ان احنا ممكن نستفاد رياضيا من الكاسكيدنج فولتج دبلر ان انا اوصل لما يسمى بالاوبتيمم نمبر اوف ستيج. الرياضه لما يكون عندك ايكويشن زي الايكويشن بتاعتك في افريج دي كده وانا محتاج اعرف الاوبتيمم فاليو يعني ايه عدد الستيج اللي انا هختاره يديني اوبتيمم فاليو مين للفي افريج. طيب دي نعرفها ازاي؟ حد فاكر بالرياضه نعرف ازاي الاوبتيمم فاليو؟ نعمل ديفرنشيشن هنفاضل ونساوي ايه؟ ونساوي زيرو. انا عايز اعرف العدد هعمل بارشل للايكويشن دي بارشل دي بارشل دي يبقى انا 4 اوبتيمم نمبر اوف ستيج ايه اللي هيحصل؟ اعمل بارشل في افريج بارشل ان وسواء كام؟ بالزيرو. يعني افضل عدد هاخده خلاص عشان اوصل للاوبتيمم سوليوشن من اليونتس اللي انا واخدهم. جميل. كل ما انت بتوصل للفي اوت اللي انت عايزه خلاص ايه اللي بيحصل في الدايره؟ اتفقنا ان في عندك كباسيتس. كل كباسيتس من دول بيحصل فيه ايه؟ ريبل او بيأثر في الفي اوت اللي بيعمل ايه؟ دروب. طيب هل عادي يعني ان احط 50 يونت ويحصل فيه دروب في الاول؟ لا، انا نفسي الاول بتاعي يبقى شبه ازاي؟ خط مستقيم خلاص؟ فبالتالي كل ما كانت الدروب اللي بيحصل في الفولت مش اقل كل ما كان ايه؟ افضل بالنسبه لي، صح كده؟ طيب هل لو انا استخدمت 20 كباسيتور عشان اطلع 10 ستيج هل ده هيخلي فيريبل ستيرة ولا غيرة؟ معرفش، لازم اجرب، صح؟ طيب بنفس المنطق، طب لو خليتهم 100 كباسيتور يعني 50 ستيج هل برضه هيكون شكل الاوت بتاعي دي سي ولا فيريبل ستيرة؟ ايوه طبعا. ما هو عدد الكباسيتور اللي انا هاخدها هو بيأثر في عدد الستيج. صح؟ يعني انا لو عايز 50 ستيج وانا هاخد كام كباسيتور؟ 100 كباسيتور. هل ال 100 كباسيتور دول هيطلعوا لي بيور دي سي ولا هيبقى فيريبلز كتيرة؟ اكيد هيبقى فيريبلز خلاص. طب ايه الاوبتيمم بالنسبه لي؟ ان انا لما يكون ريبلز كتير قوي كده بالنسبه لي مش اوبتيمم سوليوشن خلاص لانه ما بقاش ايه؟ دي سي. فانا بروح ادور على مين؟ بروح ادور على الحل اللي يديني تقريبا دي سي من غير ريبلز كتيرة وفي نفس الوقت ما اثرش على الشكل او العدد الكباسيتورز اللي انا واخدها. فده اللي انا بدور عليه، ده انا عايزه. يعني محتاج بسالك السؤال العكسي، ان انا كام كباسيتور احطهم في الدايره بحيث ان الفولتج بتاعي ما يكونش فيه ريبلز كتير. بس هو ده السؤال. تقول لي ان لما يكون العدد بتاعي مثلا 17 مره، طب ده بيعتمد على مين؟ انا لسه هشوفها دلوقتي. يعني في الاخر هو العدد ده ايه اللي ايه الفاكتورز اللي بتاثر فيه؟ تمام؟ تعال نشوف. تعال نعمل كده ديفرنشيشن الايكويشن دي وتساوي بالصفر. انا الايكويشن تعال ناخد الايكويشن السهله ان الفي افريج بتساوي كام؟ 2 ان دي ماكسيموم ماينس ايه؟ ار على اف سي في كام؟ في 2 ان كيوبيك على كام؟ اعمل بقى كده بارشل في افريج بارشل ايه؟ بارشل ان. ففاضل ده بالنسبه لان كام؟
على كام؟ 3 سلبي على 3 اف سي 3 مع 3 صح كده؟ ده كله هتساوي بكام؟ بالزيرو، يعني لو جيت لك الفضل ده الناحية التانية 2 دي ماكسيموم تساوي ها 2 ار ام سكويرد على كام؟ 2 مع 2 يبقى ال ام اللي هو بقى اوبتيمم نمبر بيساوي اس ها في ام اف سي على ار. تعالى نرجع بقى للسؤال اللي في دماغك كان بيساله. انا عشان اوصل لاول فولتج تقريبا كيو دي سي بلس ايه هو عدد الستيج اللي انا هاخدها؟ لان عدد الستيج اللي انا هاخدها بتعتمد على الثلاث حاجات دول. هو يا ترى الماكسيموم بتاع السنسور ده الانبوت بكام؟ هو في ام. الفريكونس بتاع السنسور ده الانبوت بكام؟ الكباسيتنس او الكباسيتنس بتاعي الكباسيتنس اللي انا هستخدمها مش انا استخدمت كل الكباسيتنس شبه بعض طب قيمتهم بكام؟ ده اللي بيأثر معايا. التيار اللي هيتسحب مني من اللود، ما هو لو التيار ده اتسحب كتير ايه اللي بيحصل؟ هيحصل فيه دروب ايه؟ دروب اكتر. فبالتالي لو كان التيار اقل هيبقى عندي فرصه ايه؟ اخد على الستيج خلاص. يبقى ايه فكره الاوبتيمم نمبر اوف ستيج؟ هو عدد المراحل اللي انا بستخدمها من الكاسكيد بحيث يطلع لي دي سي او فولتج نيرلي ايه؟ كونستنت. الدروب في دروب فولتج عليه كام؟ صغير. خلاص؟ فده كده مين؟ ده الاوبتيمال سوليوشن. طيب لو انا ما استخدمتش الاوبتيمال سوليوشن حطيت على ستيج اكبر هفاجئ ان هلاقي الاوتبوت مش هيطلع كده، هلاقي الاوتبوت عامل ازاي؟ في دروب كبير كده. تمام؟ ده الفكره في استخدام مين؟ الاوبتيمال نمبر اوف ستيج. طيب هو في ار دي ده المقصود بيها دي ده الافرج. هو عشان كده انا بقول لك ايه؟ ان انا محتاج في الاخر اوصل لكده ايه؟ تقريبا نيرلي كونستنت، يعني اللي فوق زي ده. يعني بقول ان القيمه اللي هنا والقيمه اللي هنا اهو واحد. وانا شلت جزء الريفرس اللي هي الريفرس اللي اصلا هو عشان توصل لقيمه كونستنت. انا بعيد نفس الكلام اللي بقوله تاني، انا بقى بشرحه تاني. انا بقول انا عايز اوصل لقيمه فولتج ايه؟ كونستنت. يعني في الاخر اقدر اهمل الفرق اللي بيحصل ده كده بالنسبه لمين؟ للفي ام اللي عندي بس. فعشان كده اقدر اقول ايه؟ ان القيمه دي صغيره قوي. امتى اقول الكلام ده صغير؟ لما اوصل لعدد من الستيج العدد ده اللي هو العدد المناسب بس. بس هو وصل. يبقى احنا كده دلوقتي عرفنا الريفرس بتاع الفيلم الكبير، عرفنا الفي اوت الفي اوت افنج، عرفنا الفوكس دروب، شفنا ايه هي الاوبتيمم نمبر ستيج اللي انا استخدمها خلاص عشان اوصل لايه؟ عشان اوصل لعدد الستيج المناسب اللي تديني تقريبا نيرلي دي سي كونستنت من غير او يكون الفوكس دروب فيه يكون ايه؟ اقل ما يمكن. طيب في مشكله في القصه دي يا شباب؟ احنا كده اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن حصل في الفرق، عن فرق الفرق، عن الفوتش دبل. اتكلمنا دلوقتي عن ايه؟ عن الكاسكيد فوتش دبل. طيب اخر دايره في دوائر الدي سي هي دايره الالكتروستاتيك جنريشن. دي بقى دايره قائمه على البرنسبلز اوف الالكتروستاتكس. فاكرين الالكتروستاتكس كنت بتسمعوا سنه اولى؟ كنت في كورونا؟ الف سلام عليكم. طيب الالكتروستاتكس ايه اللي كان بيحصل في الالكتروستاتكس؟ اني كنت بجيب
كونتراكتور خلاص، واحط عليه شحنات وجاب ارسال جميل، وبستفاد من كده ان يطلع عندي الكتروستاتيك فيلد خلاص اللي ممكن يعمل لي ما يسمى بالالكتروستاتيك ايه؟ فورس. تمام؟ طيب في الالكتروستاتيك جنريتور انا محتاج الشحنات، الشحنات دي هي اللي بتعمل تيار الكهرباء صح كده؟ تيار الكهرباء عباره عن ايه؟ شحنات صح؟ دي كيو باي دي تي. فانا محتاج الشحنات دي عشان تعمل لي تيار الكهرباء وتعمل لي فرق وقت. اللي انا عايزه انا محتاج في الاخر ان يكون في عندي فولتج بس ايه؟ دي سي وقيمته كبيره. ده الهدف. احنا الكورس بتاعنا الجزء الاولاني بنتكلم عن جنريشن باور فولتج دي سي. يبقى انا عشان اجيب الفولت ويكون قيمته كبيره ودي سي محتاج يكون في عندي عدد من الشحنات على الكونتاكتور اللي موجود عندي. فالبرنسبلز بتاعت الالكتروستاتيك جنريشن عموما كل الالكتروستاتيك جنريتورز ومنها طبعا في الطبقات بتاعتها زي الكباستور. طبعا عارفين الكباستور طبعا في الكونتاكتور منه ضيق مثلا. لكن هنا في الالكتروستاتيك جنريتور انا محتاج اكونفيرت الميكانيكال انرجي كده يعني في حركه احول الميكانيكال انرجي الى ايه؟ الى الالكتريكال انرجي. طب حلو قوي. انا في الالكتروستاتيك جنريتور محتاج ايه شويه؟ احول طاقه ميكانيكيه الى طاقه كهربائيه. كمان هستخدم البرنسبل اوف شارج ترانسفير. طب ايه الشارج ترانسفير ده يا شباب؟ في الالكتروستاتيكس سمعنا ان احنا ممكن لما يكون في عندك كونتاكتور عليه شحنات ممكن لو انا وصلته بايه؟ الكونتاكتور تاني معاه شحنات تبدا ايه اللي يحصل الشحنات اللي جت على الكونتاكتور الاولاني؟ نقل صلاة ترانسفير. فده اللي هنستخدمه في الالكتروستاتيك جنريتور. يبقى انا استخدم تو برنسبلز. ايه البرنسبل الاولاني؟ تحويل الطاقه الميكانيكيه نتيجه الحركه الى شحنات كهربائيه او الكتريكال انرجي. دي حاجه. تاني حاجه ان انا اقدر اعمل ترانسفير للشحنات. يعني اكيد هيبقى في عندي حاجه بتجمع الشحنات وبعد كده ايه؟ انقلها للناحيه التانيه. جميل؟ ده المين برنسبل بالنسبه لي. فانا كل اللي محتاجه محتاج يكون في عندي كونتاكتور والكونتاكتور ده يكون ايزوليتد. حد فاهم يعني ايه ايزوليتد كونتاكتور؟ يعني ايه كلمه ايزوليتد كونتاكتور؟ ليه؟ الهواء. والله ما سامع في الهواء. في الهواء؟ يعني ايه في الهواء؟ تعالى في الهواء. طب ده هيحصل ازاي؟ انا جبت كونتاكتور تعالى في الهواء ازاي؟ جميل. يعني زي ما زي كده ايه بيقول لنا؟ يعني ايه ايزوليتد؟ ايزوليتد دي يعني مش ملامس لاي حاجه حواليك. خلاص؟ عشان اقدر احط فيه الشحنات من غير ما الشحنات تحصل لها ايه؟ تسليم. تمشي هنا ولا تمشي هنا. جميل؟ فانا محتاج في الالكتروستاتيك جنريتور ده ان يكون في عندي كونتاكتور عشان احط فيه الشحنات اللي جت فيه اللي اتحولت من الميكانيكال انرجي ليها الالكتريكال انرجي احطها على الكونتاكتور دي من غير ما يحصل فيه ايه؟ تسليم لهذه الشحنات. فبنسميه ايزوليتد كونتاكتور. انا عايز الكونتاكتور ده يتحرك عشان يحول الميكانيكال الى الكتريكال ويقدر من خلاله ان انا اترانسفير للشارج واقدر احط عليه الشارج من غير ما يحصل فيها تسريب. دي كلها شروط محتاجها فين؟ في الالكتروستاتيك جنريتور. تمام؟ طيب حركه الالكترونات دي هي اللي هتبدا تعمل لي ما يسمى بالالكتروستاتيك فورس. خلاص الشحنات لما تزيد العدد بتاعها خلاص تبدا تتحرك فورس. فبالتالي الفورس او الالكتروستاتيك فورس اللي نشأ من الالكتريك فيلد ده هتعمل لي ما يسمى بالهاير الكتريكال ريشن. طب نرجع كده للمعادلات، ايه علاقه الفورس بالالكتريك فيلد بالبوتنشال؟ يلا يا شباب بقى بتوع الفيلد
علاقة الفورس بالإنتيتي. أيوة جميل، بيساوي إيه في مين؟ في الكيو. حلو، طب إيه علاقة الإنتيتي بالفولتج؟ إن الـ V بيساوي إيه؟ ماينس انتجريشن E ضد L، صح؟ ده كان اسمه إيه؟ هو مش جاوز، هو تطبيق جاوز، ماشي. يعني يبقى احنا كده لو انا عندي في فورس نتيجه الحركه الشمال، صح كده؟ تعمل ايه؟ مجال كهربي، مجال الكهربي ماله؟ ينشئ ما يسبب ايه؟ ها؟ الالكتريكال انرجي. هو ده اللي انا ايه؟ بدور عليه. خلاص؟ ما هو ما اساش بقى الهدف الرئيسي من الحاجه اللي انا عايزها، انا عايز ايه؟ جنريت فولتج دي سي. تمام؟ انا لما حطيت على الازيليت الكونتاكتور عدد الشحنات بدا ينشا عليهم ايه؟ الكتروستاتيك فورس، بداوا يزقوا بعض. طب ايه ده يا شباب كده؟ زقوا بعض، ايه اللي هيحصل؟ بدا ينشا عن طريق ده الكتروستاتيك فيلد او الكتريك فيلد. الكتريك فيلد ده هو ده اللي هيمشي ايه؟ ها؟ الالكتريكال بوتنشال. ده كده البرنسبل. انا لسه ما اعرفش الجهاز اللي هستخدمه شكله ايه؟ بس احنا دي البريزر الرئيسيه لما تسمع كلمه الكتروستاتيك جنريتور، خلاص؟ ده ايه؟ ده تعرف ان هو محتاج شويه حاجات اللي انا قلتها لك. تحويل طاقه ميكانيكيه الى طاقه كهربائيه. محتاج يبقى فيه شارج كونستيت. محتاج يكون عندي فيه كونتاكتور ايزوليت. محتاج ان يتولد عندي فورس كافيه ان هي تنشئ مجال كهربي، المجال الكهربي ده يعمل لي ايه؟ ها؟ الكتريكال كونكشن. تمام يا شباب؟ حلو. تعال نشوف بقى الجهاز اللي احنا بنستخدمه. الجهاز اللي بيعمل القصه الظريفه دي اسمه فالف جراف جنريتور. حد سمع عن الفالف جراف ده قبل كده؟ خبره كده ظريفه بيحطها في المعامل عشان يستمع بيها. تمام؟ طيب ايه الفالف جراف جنريتور ده؟ هو ده جهاز قائم على البرنسبلز بتاعت الايه؟ الالكتروستاتيك جنريتور. خلاص؟ انه بيجنريت الشارج، الشارج دي مالها؟ تبدا تكون الكتريكال بوتنشال. طيب الجهاز بتاعنا هو عباره عن سبلاي للهاي فولتج دي سي، لكن ما اقدرش استخدمه او ما اقدرش اطلع منه تيار كبير، يعني ما اقدرش يدي لود كارنت. ده لو كارنت ابلكيشن. خلاص؟ انا اقدر بس اطلع منه جهد كبير قوي، خلاص؟ ومش قوي يعني، جهد كبير بس ايه؟ بس ما فيش كارنت اصلا مسدود، يعني لو حطيت عليه لود هتلاقي فيه كارنت. خلاص؟ او كارنت هيكون ايه؟ صغير جدا. تمام؟ طيب طبعا عايزين نشوف الاول هو
الشرط يمشي. مفصله بهاي فولتج دي سي وليكن مثلا 10 كيلو فولت. جميل؟ حلو. وايه تاني في الجهاز؟ في كوره سفير الهواء
وعشان في هواء في هذا المكان فجزيئات الهواء هيحصل لها كورونا ستشارج. يعني ايه كورونا ستشارج؟ يعني تتفكك الى جزيئات موجبه وجزيئات سالبه. اتكسرت الذره بتاعت الهواء لايه؟ لبارتكل بوزيتيف وبارتكل ايه؟ نيجاتيف. مش كده برضه يعني دماغي من فوق. اللي هيحصل ما بين الموجب والسالب خلاص نتيجه الانسجار ده هيتحرك في حته وده هيتحرك في حته. لو ده الموجب بتاع الصدمات هيتحرك السالب فين؟ لوك صدمات ريكشن. طب والموجب هيزقه بعيد يحصل له ريبالس وهو بيتزق كده مش واخد باله خبط في مين؟ في السير بتاعه. اول ما خبط في السير طلع ايه يا معلم؟ بدا يتكون ايه؟ شحنات موجبه. ولو بصينا عليها قبل كده هنلاقي الجنب عامل ازاي؟ شحنات موجبه وهكذا. حلو قوي. انا جاي دلوقتي عملت ايه؟ خليت السير بتاعي يتكون عليه ها بوست تشارج. تمام. البوست تشارج دي هتفضل تطلع معايا لفوق اهو لحد مين؟ هنا كده. هنا كده تدخل الستيج الثانيه. ايه الستيج الثانيه؟ الكوليكت. ايه الكوليكتور ده كمان بقى؟ الكوليكتور ده خلاص هو اللي بيعمل النقطه اللي اتكلمنا عليها من شويه اللي هو التشارج ترانسفير. هياخد الشحنات من على الايزوليتد بيلت هيرميها فين؟ على السفير على الكوره. كانت السفير دي كلها مالها؟ على مين؟ وسط التشارج خلاص؟ انا اتشقت اصلا الشحنات تحت نتيجه الكورونا تشارج اللي هتحصل فيه في اللور سبريم. تطلع البوست تشارج هنا تمام تتجمع على مين؟ على الكوليكتور يعمل لها ترانسفير من هنا الى هنا خلاص. بياخدها ازاي؟ بيحصل برضه جواها ديستشارج خلاص. هو الشحنات بتنتقل خلاص او بتحصل لها ترانسفير من مكان هاي بوتنشال الى مكان لو بوتنشال. فده اللي هو بيعمله بالظبط بيوفر لها المسار عشان تبدا الشحنات دي مالها تتحرك فيه. بس بشرط انا عايز احافظ دايما ان يكون المسار اللي هنا ماله يسحب ما يحصلش العكس. يعني اسال السؤال العكس بقى هو ليه ما بيجيش من هنا يروح هنا؟ تمام. هو الفكره كلها ان هو بيحافظ على ان الشحنات بتاعتي خلاص تكون متوازيه. يعني ايه؟ يعني اتفقنا ان الديلت بتاعي ده مالي ازوليت معزول صح؟ معزول يعني لازم الشحنات اللي عليه تكون مالها متكافئه. عشان كده احنا لما بيحصل هنا الكلام ده نبدا نتكون ايه؟ شحنات ايه؟ سالبه. هو خد الموجب خلاص نتيجه التغير اللي حصل هنا ويبدا يظهر لنا ايه؟ السالب تاني. ليه؟ عشان تفضل دايما تماما نيوترلايز متعامل. انا بكل بساطه الكوليكتور ده برضه بيعمل سنسور في هذا المكان موجب وسالب. هياخد الموجب ويخلي السالب ماله؟ كمل في الطريق بحيث ان انت حضرتك لما تيجي تبص على السايد الاولاني تلاقي عليه الشحنات مالها موجبه، السايد الثاني تلاقي عليه الشحنات ايه؟ الشحنات السالبه. انا كل الفكره ان انا محتاج الجزء الميكانيكال عشان يعمل ايه؟ عشان يمكن الشحنات خلاص تتحرك على السالب، والجزء الالكتريكال خلاص عشان اعمل ترانسفير للتشارج بتاعتي من البيلت هنا لمين؟ للهاي فولتج الكترون. والجزء اللي بره ده اصلا ايه؟ جرافيتي. فينشا هنا ايه؟
وبالموجب اللي طلع عندك فوق ده خلاص هو ماشي نتيجه التأين اللي حصل للهواء هنا. تمام؟ الشحنات السالبه دي ايه اللي هيحصل فيها؟ لما يجي التأين هنا تمام؟ بينشأ اصلا شحنات جديده، يعني الشحنات اللي كانت موجبه اللي كانت عندي دي اصلا ما بقتش موجوده. فبيحصل تأين من اول تاني، يعني اكن ده بقى ايه؟ بقى مصدر جديد للتأين اللي هيحصل. عشان يحصل ايه؟ برضه كورونا انفجار مره ثانيه. هو انت المصدر بتاعك ده ايه؟ ما انت بتقول احنا كده محتاجين هاي فولتج دي سي عشان اطلعها. هاي فولتج دي سي ايه اللي انا عملته؟ لا، هو الفكره ان انا محتاج ايه؟ محتاج في البدايه قيمه كبيره عشان نعمل الايونيزيشن ده، لكن بعد كده انا هعتمد على ايه؟ على السالب الموجود عندي خلاص عشان يعمل الايونيزيشن مره ثانيه. ده اللي احنا لسه هنقوله في الاخر. يعني اسئله كويسه ممكن تساله الاسئله دي بقى. مصدر مسؤول دي سي صح؟ وانا عايز ايه؟ اللي انا عملته بقى يعني. تعال نشوف بقى الاول ده هيطلع ازاي والجيم ده هنعمل فيه. تمام؟ احنا بس بنتكلم دلوقتي على البروسس نفسها ايه اللي بيحصل فيها. خلاص؟ يبقى هيحصل تأين، كورونا انستشارج، تحرك الشحنات، وممكن الشحنات دي تبقى العكس، يعني لو واحد مثلا رسمه او ممكن تشوف ريفرنس تاني تلاقي بدل الشحنات الموجبه هنا السالبه هنا تلاقي ايه؟ العكس، يعني ممكن يكون السالب هنا وايه؟ والموجب هنا هو واحد. خلاص انا الفكره كلها في ايه؟ ان يبقى في مكان عليه شحنات سالبه ومكان عليه شحنات موجبه عشان يحصل ايه؟ ديفرنس ما بينهم ويبدا يطلع ايه؟ يجنريت شارج دي. بس هي دي ايه؟ هي دي الكونسبت او هي دي الفكره بتاعتك. هو فين التعامل بتاع الشحنات السالبه اللي هيحصل عندي؟ انت كده هتبدا مشغل المصدر بتاعك على طول. انا ايه اللي استفدته؟ ايه الاول اللي انا اخدته؟ ان انا جبت مصدر دي سي عشان احط على البيت دي سي من المصدر. انا هنا عملت ايه؟ انا هنا عملت انيشيشن. وبعد كده انا لما استفدت السالب اللي اتكون ده عندي انه يعمل ايه؟ يعمل البروسس كده. خلاص؟ انا لو جبت زي ما انت بتقول كده جبت على السالب هو المصدر اللي هيجيب الشحنات هو اللي طلع الشحنات بس. هيحصل فيه هنا برضه كورونا سيتشارج خلاص. ما هو ده في سالب خلاص. تمام؟ والمسافه اللي احنا بنقول عليها مسافه صغيره قوي. الشحنات السالبه اللي هنا تعمل ايه؟ هتأين الهواء اللي موجود عندي الى وجابه سالب وهكذا. تفضل عمال ايه؟ عمال شغال. تمام؟ طيب خلينا بس نتكلم دلوقتي احنا فهمنا البروسس دي شغاله ازاي. تعال نشوف بقى المحادثات. خلاص؟ هو ايه اللي حصل؟ او ازاي تكون؟ او لو انا حطيت لود هنا اهو ده اللود ده المصدر اللي انا عايز احط عليه هم في بي سي واوصله على مين؟ على هاي فولتج لود. اولا انا استخدمت ليه اس اف 6؟ حد يعرف الاس اف 6 ده بيستخدمه ليه؟ ان الدايركت ستريس بتاعه تحمل التيار بتاعه ايه؟ كبير جدا. خلاص؟ فاقدر ان انا اخد بوتنشال ديفرنس هنا ايه؟ اعلى. طب حلو قوي. طب هو معلش يعني البوتنشال ديفرنس ما هيش هنا. ما هيش ازاي؟ تعالى بقى نشوف القصه اللي كنا بنتكلم فيها. لازم يحصل فيها عندك ايه؟ فورس. فورس ده هتعمل لك فيل، فيل ده هيعمل لك بوتنشال. طيب عشان ننشا الفورس اصلا لازم يكون في عندي ايه؟ شحنات. طب حلو قوي، ما الشحنات دي فين؟ مش الشحنات دي على السير؟ جميل. الشحنات دي مش ده ماشي التيار؟ ايه علاقه التيار بالشحنات؟ الاي يساوي ايه؟ دي كيو باي دي تي. طيب الشحنات اللي على السير دي احنا خدنا في الفيل ان الشحنات دايما بتكون لمبه اللي هي لينير تشارج دينستي او سيجما سيرفيس تشارج دينستي او رو فوليوم تشارج دينستي. العادي هنا دي سيجما دي سيرفيس تشارج دينستي. انا ممكن اقول ان الكيو بتاعتي هي مين؟ سيجما اس في ايه؟ ال صح كده؟ طب ال
تساوي سيجما اس او جي سيجما اس في الاريا اللي هي بتقول عليها ايه؟ البي في مين؟ في الطول اللي انا لسه مش عارفه على دي تي. طب ما السيجما اس والبي بتقول ايه؟ كونستنت. يبقى دي ال مع دي تي اللي هو مين؟ ده السبيد بالسرعه. يبقى انا الطيار اللي هيمشي تيجي الشوفلات اللي بتمر على السطح بتاعي ميكانيكالي يدبند على السيجما اس. السيجما اس ده اللي هو السيرفس تشارج ديرستي ده اللي هو بيمشي نتيجه مين؟ العمليه البص اللي بتتم هنا تمام؟ عدد الشحنات فين؟ في المساحه. طيب البي بعض السير الفي السرعه بتاعت السير. يبقى انا لو عايز في تيار كبير محتاج ايه؟ اعمل ثلاث حاجات. يا اما ازود معدل الشحنات اللي بيمشي نتيجه الكورونا ستشارج، او ان اكبر عرض السير بتاعي، او اخلي السير يتحرك ايه؟ بسرعه اكبر. ده بالنسبه للتيار اللي هيمشي نتيجه مرور الشحنات على السطح. طيب مش الشحنات دي اتكونت على مين؟ على الهاي فولتج الكترود. حلو قوي. تعال نرجع للمسائل فين؟ السفير كوره عليها شحنات على السطح بتاعها. يبقى الالكتريك فيلد اللي هي شكلها شكله ازاي؟ تعال نطبق جاوس 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 يعني جاوس يعني ده بيقول ايه؟ اكيد قول الزمان ارجع زمان دي اوكي اس سير كيو انكلوز صح كده؟ الدي ده اللي هو مين؟ الكتريك فلكس دينس تمام؟ طيب دي اس سفيريكال كوردنس كانت بكام؟ مش الدي في اتجاه ال سفيريكال كوردنس. يبقى انا الانج بتاعتي مين؟ ساين سكوير سيتا دي سيتا دي فا. الانتجريشن ده من كام لكام؟ من زيرو لبار من زيرو لتو بار. خلاص يطلع في الاخر دي فور بار خلينا في ار سكوير ار سكوير سنسي فور بار ار سكوير تساوي كيو كروز. ومن هنا الدي يساوي كيو على كام؟ 4 بار ار سكوير. مين الارض يا اسطى؟ مين الارض؟ اللي نص النص بتاع مين؟ بتاع السكوير بتاع الكوره تمام؟ طب ايه علاقه الدي بالاي؟ بالظبط. يبقى اسمع مين؟ اسمع اكسون يبقى كيو على 4 بار ابسلون ار سكوير. ابسلون هنا اللي حصل ضغط مين في مين؟ ابسلون نود في ابسلون. يبقى انا كده دلوقتي عرفت المجال الكهربي اللي هيبقى عامل ازاي؟ طالع كده. في اتجاه مين؟ في اتجاه الارض. حلو. طيب انا من المجال الكهربي اقدر احدد مين؟ البوتنشال. هنعمل ايه؟ انتجريشن. ها الاستاذ ده يطلع عامل ازاي؟ في يساوي ماينس انتجريشن كيو على 4 ار ابسلون ار سكوير دوت دي ار. خلاص؟ طيب ارفع كام ده كام؟ كيو على 4 ار ابسلون ار. ده مين؟ ده الجهد اللي بينشا على الهاي فولتج الكرود بتاعي. بيعتمد على مين؟ كيو والار والابسلون صح كده؟ طيب الكيو دي اللي هي مين؟ لسه قايلين شويه سيجما بس في الاريا صح؟ يعني انا الكارت ده معادل ايه؟
ممكن ادخلها هنا. ايه رايك لما نحسب دي دي باي دي تي؟ معدل زياده الجهد بالنسبه للزمن. يعني انت هوصل للماكسيمم فاليو بتاع السيستم بتاعي في تايم قد ايه؟ ده بيعتمد على مين؟ في المعادلات دي كيو باي دي تي على 4 باي ابسلون ار. تمام؟ طب دي كيو باي دي تي بكام؟ لسه قايل عليها كام؟ دي كيو باي دي تي لو كانت صح كده؟ يعني ممكن اقول دي دي باي دي تي يساوي ار على 4 باي ابسلون ار. طب ما هو الباي ده بكام؟ اهو الدي في باي دي تي يساوي سيجما اس في البي في الدي على 4 باي ابسلون دي ابسلون ار. ايه المعادله دي؟ المعادله دي بتقول لك ان في خلال زمن دلتا تي خلاص هيوصل الفولتج على الالكترود للماكسيموم فاليو دي سي خلاص ديبند على مين؟ على السيجما اس على العرض بتاع الدلتا دي على الفيلوستي بتاعت السير والابسلون بتاع الوسط اللي انا بستخدمه والريديوس بتاع مين؟ بتاع الدلتا. خلاص انا كده اقدر اوصل في زمن ما لقيمه دي الماكسيموم فولت. الجهاز بتاعنا ده حسب الامكانيات بيوصل الماكسيموم فولت ده حوالي 1 مينت في الدقيقه. خلاص ممكن يوصل لمين؟ للماكسيموم فولت بتاعنا. فاقدر اطلع منه فولتج ممكن توصل في بعض الحالات الى 1 ميجا فولت. استخدام صدى كام؟ 10 كيلو فولت. خلاص الفكره كلها ان انا عن طريق الميكانيكال انرجي اللي حصلت عندي تيجي ان انا جبت الوقود وحركها ادت الى ان يبقى في عندي مصدر دائم للجنريشن بتاعتي بتاعت السيستم. خلاص طبعا اول ما هيوصل للماكسيموم فاليو بعد كده البروسيس دي بتاعتي مالها؟ يعني هو ده يفضل يزيد الى ما لا نهايه. خلاص؟ لا احنا دخلنا من هنا الكوليكتور هو بيعمل ايه؟ بين من هنا لهنا بيبند على مين؟ على البوتنشال ديفرنس اللي حصل. اول ما الجهد بتاعي يوصل للماكسيموم ده الكوليكتور ماله؟ هيتقفل بس اوبن سيركت. ما عادش يبقى فيه ايه؟ شارج اوف ترانسفر. خلاص؟ يبقى انا العمليه بتاعتي دي هي بتاخد وقت محدد عشان توصل لمين؟ للماكسيموم فاليو. بعديها مش هيبقى في شارج ترانسفير. ليه؟ لان الكوليكتور ساعتها هيكون اوبن سيركت لانه مش هيقدر ينقل من هنا لهنا لان البوتنشال بقاله عالي. خلاص؟ ما عادش هيقدر يعدي من الشمال لليمين. فبالتالي هيبدا ان هو ايه؟ يفتح الدايره بتاعته. يبقى هيفضل الكوليكتور فقط شغال في الدايره طول ما الجهد بتاعي بيحصل له ايه؟ انكريزنج يزيد. اول ما يوصل للماكسيموم فاليو الكوليكتور ماله؟ هيبقى اوبن سيرفر. خلاص؟ ليه؟ لان مش هيبقى في بوتنشال ريفرنس يعدي الريسورس بتاعته. اتفضل. بالظبط. ما لهاش معنى لما تزودها للصفر. يعني انت بتقول ان انا اوصل لدلتا
لا ده طبيعي لوحده. هو الفكره ان الشارج بيحصل لها ترانسفير طالما في بوتنشال ديفرنس. ما هو الفكره في كده ان هو اول ما يحصل ده جواه او ما لقيت الجهد الناحيه الثانيه بقى اكبر من الجهد بتاع الناحيه الاولى خلاص الشارج بتاعتي هيحصل لها ستوب. قصدك يعني كفري ويل دايركت يعني يمنع زميلنا كان بيسأل هو ايه وظيفة البتاع اللي انا هتحط فوق ده؟ وظيفة البتاع اللي هنا الابر سبين بتاعي هو وظيفته انه بيعمل انكريزنج في معدل الشغلانة بتاعتي في التايم قليل. يعني لو انا عايز اوصل بسرعة للماكسيموم فاليو خلال تايم قليل خلاص محتاج اعمل ايه؟ المعدل ايه؟ ازود سيجنالز. قال لك مش انت جاي لور سبراي تحت يعني هنا كورس شوب طب ما تجيب واحد فوق صح كده؟ يبقى انت الشحنه بتاعتك لو كنت بتطلع سيجما اس هتطلع كام؟ 2 سيجما اس. فده وظيفته ان هو بيعمل عمليه ايه؟ بيسرع وصول الالكترون بتاعي لمين؟ للماكسيموم فاليو. يعني تقريبا بيخليه ياخد زمن قد ايه؟ نص الزمن اللي موجود في حالة المصدر. ده وظيفة ايه؟ وظيفة الباور الكترونيك. فاحنا زيادة عدد السبيس اللي موجودة عندنا هي الليدرز اللي موجودة في السيستم، كل الوظيفة بتاعتها هي زيادة مين؟ عدد السيجنالز في السيستم عشان ازود او اوصل للماكسيموم فاليو ايه؟ في وقت قليل. ثبت ان انت هو انا ما قلتش قوانين بس يعني قلت ان الكارت
هيجيب لك ايه؟ لا ما تعرفش هو كان يعني بيساوي دي واي دي، ما تعرفش دي واي دي. اعرف ان الله بيساوي ايه؟ سيبنا نسال دي في عوض. يعني اكيد مش هقول لك يعني اثبت من الاول الار دي في واي دي تي، الار بيساوي سيبنا نسال دي في. لا هو حاجات كتير، حاجات كتير طبعا مش هسالك فيها تاني. يعني تعالى تحفظ القوانين دي لو انت عايز تحفظهم يعني. احفظ ده واحفظ ده. اثبات حساسيه احنا عملنا اثبات يعني. طيب استخداماته بقى، استخدم في ايه الاستاذ فان دي جراف ده؟ الاستاذ فان دي جراف